سؤال جلالة الملك، هل كان الجنرال محمد المذبوح ينوي إقامة ديكتاتورية يمينية تعتمد فيما بعد على السند الأمريكي على غرار النظام اليوناني؟ جواب جلالة الملك، إن أقل ما يمكن أن يقال هو أن كولونيلات اليونان لم يستعملوا أساليب المذبوح، وبصراحة فإن أولئك الذين استخدموا المذبوح قد ركبوا أقبح مطية يمكن استعمالها لأنه كان مجنوناً.